ادي يا حاج عبد الحميد المشروع اللي بلدنا كلها بتحلم بيه. قعدت عليه سنين وايام ادرس فيه وخليته مية مية، بس زي ما انت شايف في الاخر بقى مشروع على ورق. صراحة استاذ رمضان هو مشروع هايل والله، بلك انت بتفكرني بايام زمان. اني بدات في ميتة ابو حلاوي زيك كده، فكرة صغيرة وفضلت تكبر 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 لحد ما وصلنا لكل الخير اللي انت شايفه في البلد دي. وريني كده مشروع يا استاذ رمضان. هتقعد بقى ده شعباني انت، مشروع ايه اللي تشوفه؟ خليك في مذاكرتك، خلينا نشوف مصلحتني يا باي. حاضر يا استاذ رمضان. هنعمل ايه يا حاج؟ كل خير، هنبتدي المشروع. امال ايه؟ الارض موجوده والفلوس موجوده، بس المشكله ما بقتش في الارض ولا الفلوس. امال ايه المشكله يا استاذ رمضان؟ المشكله في القراصنه اللي هيعطلوا المشروع ويعرقلوه، اللي لما كل نتقدم سنه هيرجعونا ورا 100 سنه. طلبه بيه برضه. ايوه اديك قلتيه، انا هرتب لك زياره في بلدني، والله الناس هيحبوك قوي، دي ناس غلابه قوي. ايوه بس يا استاذ رمضان، ما فيهاش بس ولا مش بس، مش عايز تشوفه ولا مش عايز تشوف امي، مش عايز تدخل داري. ده كلام يا استاذ رمضان، ما شفتش امك ازاي؟ ده شيء يشرفني يا راجل. لا احنا اللي يشرفني ان شاء الله الجمعه الجايه، تشرفنا بعد الصلاه ان شاء الله. سلام عليكم. الله الله الله، ما شربتش شاي؟ شاي يعني قاعد بقالي ساعه. طب اجيب لك حاجه ساعه. بقول لك قاعد بقالي ساعه. يا استاذ رمضان احنا انشغلنا بالمشروع. اقول لك تتعشى معانا النهارده؟ ملوش لزوم والله العظيم، احنا تابعين تكربط يستاهل بقك، وطاجن باميه كده يا سلام، مع شويه رز وشويه شوربه ينزلوا على البق. ها ولا شعبان يكتب الصفحه ده هي 140 مره لحد ما نخلص عشاء. حلمي بيه. اتفضل. اهلا يا حبيبي. الله اكبر، اللهم صل على النبي. اول ما سعادتك كلمتني والله العظيم انا ما صدقتش نفسي. ها طمني عليك، عامل ايه في ميت ابو حلاوي؟ الحمد لله فضل العقل، الناس في البلد بيحبوني فوق ما تتصور. ايه والله وشايلني فوق راسهم شيء. انا سامع كلام كويس عن بلدكم. عشان كده انا عاوز سعادتك تزورني. شفني عامل ايه؟ ميت ابو حلاوه بقت حاجه تانية خالص. ايه والله الخواجات بيجوا يزوروها ويتفرجوا عليها ويتصوروا فيها. بسم الله ما شاء الله. لا انت طول عمرك شاطر يا حلم بيه. ايوه بس انا تعبت خالص. اي أيوة والله تعبت جدا. يا راجل انت قدها قدود. انا عايزك بقى يا سعاده النايب تقف معايا. رقبتي تستم رقبتك. انا شايف يعني ان انا كبرت على المنصب ده واني استحقها. اللي هي ايه؟ العمودية يا سعادة الباشا. وانا سامع انه كلام متنطور يعني كده ان العمدة ده هيجددوا له. اه عبد حميد المخ؟ هو سعادتك تعرفه؟ يعني اسمع عنه. ايه بقى حكاية الراجل ده يا حلم بيه؟ علي مش هتكلم، انت تروح تسأل اهل البلد هيقولوا لك، ده راجل سافل وواطي ودون. اي والله ومكروه، كل البلد بتكرهه وعاوزينه يغور. اهل البلد كلهم في التلفزيون يقولوا غوروه غوروه بعيد عننا، الناس مش طايقه يا باشا. ليه؟ فيه كل العبر زي ما تقول، حرام وهلاس ومخه مش مظبوط، وعنده عي والعياذ بالله. عبيد ده عيلة المخ دول كلهم على بعضهم كده عندهم ربع دار. ايه والله ربع دار، ده راجل مجنون مجنون بجد. تصور حضرتك يبقى واقف في البلكونه كده ويرمي فلوس قدام الناس، وساعات قال ايه يرمي تقاوي وكماوي والناس تقعد تضحك. واخر حاجه يا سعاده الباشا عامل لي فيها دكتور، واللي بيشتي بلطو ابيض وبيكشف على الناس، ده لما اكون غزلته رايقه، انما لما بيقلب على الوش التاني عديك يبقى راجل مؤذي.